لقدام بصينا على طول للمستقبل، رافعين راسنا على الخير نعمل، وما فيش حاجة هتوقفنا، قادرين على أي تحدي لو إيه كان صعب يعدي. مصر كبيرة وفوق الكل شوف في كام حلم حققناه. تحيا مصر الجديدة كل الخير هيكون فيها، تحيا مصر الجديدة الكل هيحسدنا عليها. أهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر الجديدة. وفي مصر الجديدة إنجازات عظيمة بتحصل في كل مكان، إنجازات بيها مصر مكانتها تعلى أكتر، إنجازات زي الإنجاز العظيم اللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة، منارة الجمهورية الجديدة. ومع المنارة العظيمة دي كان لازم يبقى موجود صرح ومعلم ديني يمثلنا، يمثل ثقافتنا الإسلامية. إحنا منارة العلم والثقافة، إحنا منبر الإسلام، إحنا مكملين مسيرة بناء القلاع الإسلامية والمراكز الدينية، إحنا بنينا أهم مركز ثقافي في العالم، المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. هو امتداد لمنابر مصر الروحية اللي حملتها على مدار التاريخ. مصر أيقونة الوسطية في الإسلام، مصر بلد الأزهر الشريف، ومن أعلى نقطة في العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مساحة حوالي 112 فدان تم إنشاء مركز ثقافي إسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع من أهم المشروعات اللي تم إنشائها بأحدث الإمكانيات العالمية وبأيادي مصرية. مركز مهم هدفه النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، مركز ضخم بيضم أكبر مسجد على مستوى مصر وعلى مستوى أفريقيا. حصل على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ده غير انه بيحتوي على 6 قاعات بتبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 متر مربع. مسجد الدولة الرسمي بيضم مكتبة ضخمة فيها عدد كبير من الكتب اللي بتحتوي على تعليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وتفسيرها وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية. عاوز أقول لكم إن المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة مكان كبير وخاص بالخدمات، وفي مجموعة من الجراجات الواسعة والمتعددة الأدوار واللي بتستوعب أكتر من 2700 عربية. المركز الثقافي كمان بيضم دار القرآن الكريم على مساحة 6730 متر، بيتكون من المقتنيات النبوية الشريفة ومتحف كبار مشايخ القراء، ده غير انه بيتضمن دار لتحفيظ القرآن بتضم 30 غرفة. عاوز اقول لكم ان دار تحفيظ القرآن تم انشائها بتوجيهات من الرئيس السيسي. المشروع كمان بيتضمن 3 مولات، المول الشرقي على مساحة 45,000 متر مربع، والمول الغربي مساحته 33,000 متر مربع، والمول الشمالي 60,000 متر مربع. مشروع متكامل ومركز ثقافي عالمي كان لازم يكون موجود ضمن خطة التطوير الضخمة اللي بتحصل في كل مكان بقيادة الرئيس السيسي، علشان بكرة يكون أحسن، وعلشان ما نشوفش أي تعصب أو عنف أو تطرف، علشان يكون في وعي، وعلشان يكون في خطاب ديني معتدل بيواكب العصر وبيخاطب كل الفئات في مصر الجديدة. الجديدة الكل هيحسدنا عليها. ورجع
رجعنا لكم من جديد واحنا بنتكلم عن الانجازات في مصر الجديدة. عايز اقول لكم ان اللي بيحصل في مصر معجزة ما حصلتش في اي مكان على مر التاريخ. ومصر معروفة بالكرم، واهلها دايما كانوا سند لبعض، وفي عز الازمات دايما في ظهر بعض. يمكن خلال الفترة الاخيرة حصلت ازمات اقتصادية اثرت على العالم كله، من بعدها حصل تضخم وارتفعت الأسعار، بس على الرغم من الأزمات مصر كانت قد التحدي ودايما واقفة جنب شعبها وقادرة على مساندة كل مواطنيها ودعمهم وتوفير حياة كريمة ليهم. وفي 17 مارس وبدعم ورعاية الرئيس السيسي انطلق أكبر حدث خيري وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري بإستاد القاهرة. ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم وإظهاراً لقدرته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح وإنجاز. مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذي لا طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل والملهم، وخصوصا في أوقات الأزمات والشدائد. مبادرة كتف في كتف، مبادرة هي الأكبر من نوعها، شارك فيها أكتر من 50,000 متطوع. مبادرة ضخمة أبهرت العالم، هدفها توزيع أكتر من 6 ملايين صندوق مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات. عاوز أقول لكم إن كان في إطلاق تجريبي للمبادرة في 16 محافظة قبل الانطلاقة الكبرى لمبادرة كتف في كتف، واللي تم توزيع فيها عدد ضخم من السلع الغذائية. عاوز أقول لكم إن مبادرة كتف في كتف هي قطار للخير، هيلف المحافظات وهيوصل لكل أسرة، هتوصل لها السلع الأساسية اللي هتحتاجها على موائد الإفطار في رمضان. نقلة نوعية في العمل المجتمعي في مصر، وحلم كان كبير إن كل المؤسسات الخيرية تجتمع مع بعض. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عام 2022 عام المجتمع المدني، وأمر بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، من بعده اتوحدت جهود كل أطراف العمل الأهلي والتنموي والحكومة والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة وعلى قلب رجل واحد. حوالي 32 كيان تنموي وخدمي ضخم ساهموا في توحيد جميع البيانات، وأصبحت الخدمات اللي بيقدمها التحالف بشكل أوسع وبتوصل لكل محتاج بشكل عادل. عاوز أقول لكم إن التحالف كمان ساهم في نشر ثقافة التطوع، واشترك معاه أكتر من 300,000 متطوع، واللي بيزدادوا كل يوم وبشكل مستمر. مبادرات كتير
خرجت من التحالف خلال شهر رمضان زي مبادرة خيرك سابق، واللي هتقدم الدعم الغذائي لخمسة مليون أسرة على مدار السنة، وغيره من المبادرات المهمة اللي بيها مصر هتفضل قوية. كتف في كتف مش مجرد شعار، ده نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، عكس قد إيه الشعب المصري مترابط ومتعاون. طاقة خير جمعت الجميع برؤية من رئيس حكيم، حول المحنة لمنحة وجمع شعبه في حب مصر. لقدام بصنا على طول المستقبل، رفعنا راسنا للخير نعمل، وما فيش حاجة هتوقفنا، قادرين على أي تحدي لو إيه كان صعب يعدي. مصر كبيرة وفوق الكل شوف في كم حلم حققناه، تحيا مصر الجديدة كل الخير هيكون فيها، تحيا مصر الجديدة الكل هيحسدنا عليها.